عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا معي الأستاذ العظيم أفضل واحد في برنامج أومي تي في ياسر مخ. السلام عليكم. كانت من الحين هذا ضحكة اللي يا ويلك صح؟ إيه ضحكة. أنا عارف الفكرة الحين عشان يعرفون ليش يا ويلك. الفكرة يا جماعة، الفكرة كالتالي، أنا بدخل أومي تي في وياسر راح يقول لي كلام أنا أقوله للي جد في الأومي تي في، يعني عادي ياسر ينكبني وخليهم يسبوني يسفلون فيني، وعادي إني أنا اليوم بقى يعني بيمسح وجهي في الارض. جميل، حبيت الفكره، حبيت. انا داري انك حبيت. انا اللي باكلها، انا اللي باكلها. انا لا تنسون 65 موجود الرابط تحت، اذا اشتريت المنتج تصير ايه تصير قوي ترى، وتصير اذا طلعت عند الناس يقول ووو كول جسمك تغير. ايه جسمك تنحف على طول ترى. كذاب. يلا بسم الله نبدا. بكون محترم معك اوكي؟ انا خذ راحتك، انت سوي لي تبي. لا 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 بكون محترم. انا عارف. يلا. انا عارف. ما عليك. لا لا ما عليك ما عليك، صدق صدق محترم. قل انا حيوان. والله. انا حيوان. ايش؟ انا حيوان. دقيقة. قل اسالني ليش؟ اسمع اسالني ليش انا حيوان. قل شيء وخر يدك. فيك وخر يدك. قديم مسجل صح؟ يا حبيبي يسحرنا ده واخد يدك. قاعد تسحرني انت ولا ايش فيك؟ قاعد يقرا عليك. تقرا علي امسك ماسك راسي تفضل. قاعد تقرا علي انت ليش؟ ما سالتني ليش انا احمر؟ ما سالتني ليش انا احمر؟ انت هد الحمار، احنا كلنا حمير. وش نسوي فيه الحين؟ وش نسوي فيها الحين هو؟ يا ثور لا يا ثور انا اكلمك انت. لا مو اي شيء اقوله تقوله يا غبي. لا مو اي شيء اقوله تقوله انت يا غبي. لا يا ثور. اكتبتني غبي. نزل الجوال يا ولد. نزل الجوال يا ولد. غراب هذا. من اللي جنبك؟ من اللي جنبك؟ ابن عمي. ابن عمك؟ ابن عمك؟ ابن عمك ارجل منك. ابن عمك ارجل منك تدري؟ صور مقطع. بخصوص السالفة. طيب وسالفتي طيب بخصوص سالفتي. اه صح سالفتك قول. اقول ابن عمك ارجل منك. ايوه صحيح. هذا خوي صار كم 12 سنة أنا وياه مع بعض. 12 سنة هذا عمرك كامل. 12 سنة هذا عمرك كامل. قول قول كل شيء. اخلص بسرعة يا أخي. أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف. أحبك والله. الله يسلمك. الله يسلمك. تظني اقولك ترد علي رد علي. اسمع 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 انا قاعد اسوي تحدي. ياسر في اذني قاعد يقول لي الكلام. انا ترى ما كنت اقصد بس ياسر هو اللي اهانك وسبك. لا 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 تكمل. امزح امزح. اوه شو اسمه؟ طرباه طرباه. عندك قصيده وفرها في جيبك. وفرها في جيبك. من عيون الحلوة. أمزح. طيب اسمع اسمع اسمع. اسمعني 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 قبل أطرق. اسمعني. قل القصيدة خلاص. والله ما سيلك سكب في نص القصيدة. يا رجال سد فمك بسيط. أول ما يبدأ. حروف وقمت لجلك في حروف. يا رجال سد فمك. يا رجال سد فمك. ها؟ قلنا اسمع. انا حمار وانا اسف اعتذر منك. انا حمار وانا اسف اعتذر منك. انا قليل الحياه انا اسف. محشوم حبيبي. كمل قصيدتك. لا والله جرحين في لا يلدق المؤمن من جحر مرتين. ما توقعت ان البدايه كذا مره. اسمع انا هو اسمع هو انا اسف. شوف اعتذر لك اعتذار رسمي وان شاء الله انك بتسامحني. حلو اكمل القصيده. يا صاحبي يلي لجلك تحديت الظروف. يا رجال ليتك ساكت بس. يا رجال ليتك ساكت بس. ما هو بنا اللي تتركه بين الخناجر والسيوف وتمص دمه بين خلق الله يا مصاص الدمي
انا في مساكن الضعوف اتبع هوا بالي واسير عند ودي وغني طوف تالك لا تقاطر عين ولا ما تطوف بعد شو صمر صمر تكفى يا دكتور لا 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 يتبعون الحيل قدرا للضيوف يا دكتور تكفى خلاص وقفت لا يوم مجلسه وجلست لا ناس وقوف غير الدخيل انا ولدك من محزمين يا ورع داري والله انك بتسويها انا اعرف تحسب اني ما تابعك خلاص عشان اسمع عشان والله صدق عشان خربنا القصيده قلها الحين ما راح نقاطعك تونس كب قلها ما راح نقاطعك يقول خوي هنا المؤمن لا يلدغ من جرح خمس مرات صادق اسمع صادق خويك كان بيجيك سكب على فكره السلام عليكم السلام عليكم يا قلبي هذا ما اقدر والله اقول لك والله صادق انا ما قدرت والله هلا والله شو اسمك قل فهد نوره لا تخطوا السلام عليكم يلعن ام الجمال والرسمة الحاجب والدقن التحديد الابتسامه اسمع قل له انا اعاني من مشكله ايش المشكله تراني دكتور والله صدق تراني درس طب دكتور نفسي ولا دكتور نفسي ولا دكتور طبي لا نفسي طيب قل له انا بفضفض لك اعاني من مشكله انا بفضفض لك واعاني من مشكله تفضل يا اخي انا احب وحده بس دائما تزبد لي يا اخي انا احب وحده دائما تزبد لي ولكني ارجع لها وتزبد كل مره ارجع لها وتزبد لي اكثر وكل ما زبدت ارجع زياده فوش الحل كل ما زبدت لي عرفت لي احس اني ابي ارجع لها مره ثانيه اكثر وش الحل انت فاكر بس لا والله لا والله ما فكيت بس فيك تعرف اللي ايش اسمه انت تبي لك اخصائي اجتماعي يعني انت مو دكتور نفسيه حبيبي المشكله دي ترى تعرف مدرسه علوم المرجله يعني عرفت انا عشان يحبها عشان يحبها صرت ارجع لها يعني. انت يا انك فاك بث يا انك في الديسكورد مع اخوياك انقفطنا طب اسمع اسمع انا قاعد اسجل مقطع يوتيوب هذا اول شيء التحدي هو اني انا معي واحد في الديسكورد ويحاول يقول لي كلام انا اقوله لك واحاول اني افوز بالتحدي فهمت واللي في اذني الكلب اسمه ياسر خلاني كلب قدام الناس ياسر شكلك انت العم ياسر يا غالي انا مو مقطع بالله اي نعم ما ادري اول مره اطلع مع مشهور اول مره واخر مره ايوه ادري انا حطي بيض وجهك البيض انت وجهك البيض ليش وجهك سد نفسي يوم شفتك سد نفسي شكرا تعال 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 ياسر لا ياسر لا إن كانك تشوفني في اليوتيوب أنا آسف أقسم بالله أنا آسف ما كنت أقصد كان تحدي بحطك في المقطع إن شاء الله بس آسف والله ياخذك يا ياسر يا حمار هذول يا ياسر أنتم داخلين في كهف ولا إيش يا ياسر شو يا ذاك هو الزومبي ليفل 33 معليش هلا السلام عليكم السلام كيف الحال يلا مزاره يلا مزاره خفف الله يقلع الشيطان معروفه اصبر بالله قلنا انت راضي عن نفسك يا ابوي راضي عن نفسك ترى ايه راضي على نفسي وليه يا ابوي ذا طرباخ حقك مريض والله مريض ابوي لو حتى لو مشهور على العين والراس بس لكن مدام ذا سلوبه والله العظيم
انا شايف اسلوبه كنت اسلوب يسد النفس. اسلوبك يسد النفس يا عيال هدر عمي. الله يعطيك يا ياسر يا قلب. اول شيء اعتذر منك اعتذار رسمي. هذا تحدي، هذا تحدي، تحدي مع ياسر. ياسر فذني حاول يسوي لي تحدي وانا احاول اطبقه. ياسر مخ، ياسر مخ. الله الله يسمعك ويشوفك. قل له قل له اسف، قل له لا ترى ياسر يقول اسف ترى، بس هذا عشان التحدي مقطع اليوتيوب. انا اول ما شفتك قلت شفي ذا معصب معروف اليوتيوبر ما شاء الله من ضحكتك. وبشوف رجال بشوف وش لك يا مسك ياسر. اعوذ بالله، اعوذ بالله. وش ذا الوجه؟ كيف حالك؟ طيب فتح باب. من اللي فاتح بث؟ طيب حمدان. لا ما فتحت بث. Thank you.